بس نصحى ونبغى نلعب ونبغى ناكل، يعني ننسى كل شيء كذا بصراحة. بعدين لما أنا كبرت يمكن كذا وأنا في المتوسط، رحنا بيت خالتي وكان عندهم أطفال كثير في البيت، والله مرة كان مزعجين. صوته الخشن وقدمه السوداء، فأجل
الإجابة الجدية. لا تخافي يا أمنا العزيزة، فسوف نعتني بأنفسنا ونكون حريصين. وهكذا مضت العنزة الأم نحو الغابة، وبقي أولادها الجديان وحدهم في البيت. وبعد ذهاب الأم بوقت قصير، سمع الجديان الصغار قرعا على باب بيته. وقال قائل من خارج البيت: افتحوا الباب يا أولاد الأعزاء، فأنا أمكم وقد جلبت لكم معي طعاما شهيا. ولكن الجديان أدركوا أن مثل هذا الصوت الخشن لا يمكن أن يكون صوت أمهم، فصرخوا قائلين: لن نفتح الباب، أنت لست أمنا. لأمنا صوت ناعم، أما الصوت الذي نسمع فخشن، إنما أنت الذئب. مضى الذئب إلى دكان وأشترى عسلا وأكل الكثير منه، آملا أن يصير صوته ناعما. ثم عاد إلى بيت الجديان وقرع الباب تشك تشك تشك، وقال بصوت ناعم: افتحوا الأبواب يا أولادي الأعزاء، فأنا أمكم وقد جلبت لكم طعاما شهيا. وبينما كان الذئب يكلم الجديان الصغار، وضع يده السوداء على عتبة النافذة فرأها الجديان. كان الجديان حين سمعوا صوت الذئب الناعم أول الأمر قد ظنوا أنه صوت أمهم، ولكن حين رأوا اليد السوداء صرخوا قائلين: لن نفتح الباب، أنت لست أمنا، فيد أمنا ليست سوداء، إنما أنت الذئب. حين سمع الذئب كلمات الجديان ركض إلى مخبز قريب وقال للخباز: جرحت يدي وأريد عجينة أغطي بها مكان الألم. خاف الخباز من الذئب وأعطاه عجينة. ثم ركض الذئب إلى مطحنة قريبة وقال للطحان: ضر شيئا من الطحين على يدي. عرف الطحان أن الذئب يريد أن يحتال على واحد من سكان المنطقة المجاورة، فرفض طلبه. فكشر الذئب عن أنيابه وقال للطحان: إذ لم تفعل ما أطلبه منك فسأأكلك. فخاف الطحان وذر الطحين على يد الذئب. الجديان الصوت الناعم، ولكنهم كانوا حذرين، فقالوا لصاحب الصوت: أرنا أولا يدك حتى نرى إن كنت حقا أمنا العزيزة. وضع الذئب يده على عتبة الشباك فرآها الجديان وأطمأنوا، لأنهم ظنوا أن ذلك الذي وراء الباب هو حقا أمهم. فتح الجديان الباب ف
فإذا الذئب واقف أمامهم. خاف الشتيان خوفا شديدا وراحوا يتراكضون من مكان إلى آخر باحثين عن ملجأ يختبئون فيه. فاختبأ واحد منهم تحت الطاولة، اختبأ الثاني في الفراش، ودخل الثالث المدفأة، وهرب الرابع إلى المطبخ، اختبأ الخامس في الخزانة، وحشر السادس نفسه تحت طست الغسيل، وأما السابع الصغير فقد اختبأ في صندوق الساعة الكبيرة. ولكن سرعان ما اكتشف الذئب مخابئ الجديان وابتلعهم واحدا بعد الآخر، ما عدا الجدي الأصغر الذي كان قد اختبأ في صندوق الساعة الكبيرة، فإن الذئب لم يكتشف مكانه. أحس الذئب بعد أن ابتلع الجديان الستة بالنعاس، فخرج إلى مرج قريب وتمدد تحت شجرة ونام نوما عميقا. بعد وقت قصير عادت العنزة الأم من الغابة ودخلت بيتها، ويا لهول ما رأت، فقد كان باب البيت مفتوحا كله، وكانت الطاولات والكراسي مقلوبة، وكان طست الغسيل مكسرا، والفراش ممزقا ومبعثرا. بعدت العنزة الأم عن أولادها السبعة في كل مكان من البيت، ولكنها لم تجدهم. فراحت يائسة تنادي أولادها واحدا فواحدا، ولم تسمع جوابا إلا حين نادت ابنها السابع الصغير. وأخيرا حين نادت ابنها الصغير سمعت صوتا ضعيفا خائفا يجيب قائلا: أنا هنا يا أمي العزيزة في صندوق الساعة الكبيرة. فأخرجت العنزة الأم جدها الصغير من صندوق الساعة الكبيرة وقد غمرتها السعادة، وحكى جدي الصغير لأمه ابتلع الذئب اخوته الجديان الستة. وحين انهى الجدي الصغير رواية قصته المحزنة، راح هو وامه يبكيان. سو سعادة تحسنها. لكن خرجت العنزة الام الحزينة بعد وقت قصير، هي وجديها الصغير يتجولان حائرين في المرج. رأت العنزة الأم وجدي فجأة الذئب ينام تحت شجرة نوما عميقا، وكان الذئب يشخر شخيرا عاليا، فتهتز لشخيره أغصان الشجرة التي ينام تحتها. اقتربت العنزة الأم من الذئب النائم وأخذت تدور حوله، ورأت بطنه الكبير المنتفخ. وحين دققت النظر ترأى لها أن شيئا يتحرك في بطن الذئب ويتدافع. فصرخت العنزة الأم قائلة: يا إلهي، هل يمكن أن يكون أولاد الست الذين ابتلعهم الذئب لا يزالون أحياء؟ قالت العنزة الأم:
جدي السابع الصغير. اركض إلى البيت وآتني المقص وإبرة وخيطا. أسرع الجدي الصغير وجلب ما طلبته أمه منه. أمسكت العنزة الأم المقص وأخذت تفتح بطن الذئب. فأخرج واحد من الجديان رأسه. الجديان يخرجون واحدا بعد الآخر. كلما وسعت أمهما الشقة في بطن الذئب إلى أن تخلصوا جميعا وخرجوا سالمين دون أن يصاب واحد منهم بأذى. ذلك إن الذئب الشرير كان لشدة شرهه يبتلعهم ابتلاعا. الجميع عظيما باجتماعهم معا. وأخذت العنزة الأم تبكي، ولكن كان بكاء فرح هذه المرة. وأخذ الجديان السبع يقفزون فرحين ويدورون حول الدب النائم، ولكن سرعان ما خاطبتهم أمهم العنزة قائلة: أحضروا لي حجارة كبيرة. أسرع الجديان السبعة يفتشون عن أكبر الحجارة في المرج ليحملوها إلى أمها. حشت العنزة الأم بطن الذئب بالحجارة الكبيرة، ثم أسرعت في خياطة البطن المفتوح بالخيط والإبرة. هذا الوقت نائما نومه العميق ويشخر شخيرا عاليا غير شاعر بما يحدث. وبعد أن نام الذئب طويلا جدا أفاق وأحس بالعطش وهم بالمشي نحو بئر، ولكن ما إن بدأ يمشي أخذت الحجارة تتصادم في بطنه وتقرقع، فصرخ: ستة جديان في بطني أم ستة أحجار تتقلب أبدا وتقرقع؟ أنا عقلي طغى. مشى الذئب نحو بئر الماء بصعوبة كبيرة، يتأرجع ويترنح. وحين وصل البئر انحنى ليشرب الماء، لكن الحجارة الثقيلة أفقدته توازنه فسقط الذئب في البئر وأحدث سقوطه صوتا هائلا. فسمعت العنزة الأم وأولادها الجديان السبعة الصوت الهائل فأتوا إلى البئر مسرعين وفرحوا فرحا عظيما حين علموا أن الذئب قد سقط في البئر. فراحوا جميعا يدورون حول البئر ويقولون: رحل الذئب إلى الأبد وارتحنا منه في البلد. رحل الذئب إلى الأبد وارتحنا منه في البلد. بعد ذلك اليوم لم تعد العنزة الأم تخاف أن تترك أولادها وحدهم حين تذهب إلى الغابة لتجلب الطعام. انتهت القصة. ايش رأيك؟ حلوة القصة. انا مرة كنت احبها وانا صغيرة.